سحابة وندهت للشمس قومي طلي على الوادي شوفي مصر الفرعنة في وادي والعالم في وادي ده المصري في الوادي الأخضر كان سابق أوانه يتمشى في مزارع أرضه وجناين رمانه. أهلا بكم مشاهدينا من جديد وتالت فقراتنا من فقرات الثقافية قفية. فقرتنا الآن بتتكلم عن حملة دعم الدكتور البردعي ومطالب التغيير. طبعا اللي هيكلمنا هو ممثل عن هذه الحملة، ورغم ان هو كونه ان هو طالب بجامعة الاسكندرية الا انه ده ما منعهوش ان هو يشارك في النشاط الفكري والسياسي وفيما يخص هذه الحملة. وكذلك هم ليهم طموحات كان ما قبل الثورة واثناء الثورة وبعد الثورة. اسمحوا لي مشاهدينا نرحب بضيفنا الاستاذ بهاء مصطفى. ازيك يا بهاء؟ الحمد لله تمام. انا لسه بقول دلوقتي حملة الدكتور البرادعي ومطالب التغيير. هنقول الاول ناخدها كده واحدة واحدة. قبل الثورة
اكيد قبل الثوره يعني كان في مطالب التغيير، في مطالب عده. انا اللي انا عرفته ان هم كانوا سبع مطالب بالظبط كده، كانت متعلقه تقريبا بتعديل الدستور وانهاء حاله الطوارئ. مظبوط، وفي كمان توفير فرص متكافئة للمرشحين في الانتخابات، بالذات الانتخابات الرئاسية، توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام إن هم يظهروا، لأن طبعا أعتقد كان ملموس جدا إن كان في تجنيب لفئة كبيرة من المرشحين. ده كان مطلب من مطالبنا. وفي كمان تمكين القضاء المصري، ده طبعا من تعديل الدستور، تمكين القضاء المصري. وكان عندنا كفالة حق الترشح لكل لفئة أكبر من المجتمع من غير قيود تعسفية، زي ما كنا شايفين في المادة 76 زمان طبعا قبل التعديل. في طبعا حاجة أغفلوا عنها لحد دلوقتي يعتبر، اللي هي كنا بنتكلم عن موضوع المرشحين اللي هيصوتوا من بره مصر، المصريين اللي موجودين في الخارج. طبعا بالنسبه للموجودين بره، احنا عندنا تقريبا اكتر من 10 مليون مصري موجودين في الخارج. دول محرومين من حقهم يعتبر في التصويت، لمجرد ان هم موجودين، مش موجودين في بلدهم. والطبيعي ان اي بلد طبيعيه احنا عارفينها، بنلاقي ان اي واحد بيترشح عادي. انا عندي مرشح رئاسه، بروح للسفاره بتاعتي عايز ارشحه، خلاص بدي صوتي من خلال السفاره وبيوصل، بيوصل له صوتي. لكن ده ما كانش موجود عندنا للاسف، فده كان من ضمن المطالب السبعه. المطالب الباقيه طبعا كان انهاء حاله الطوارئ وتمكين القضاء ان هو يشرف على الانتخابات، وان يبقى في رقابه من هيئات المجتمع المدني سواء محليه او دوليه زي ما بيحصل في العالم كله. كل الحاجات دي كنا بنطالب بيها على مدار سنه كامله من اول فبراير 2010 اللي فات، من اول ما طبعا دكتور البرادعي جه مصر. وكان في استقبال طبعا حافل ليه في المطار، بعكس اللي طلع في للاسف في وسائل الاعلام ان هو كان اتهضم حقه جامد للاسف. لكن بغض النظر، انت شايف، انت شايف يا بهاء ان هو اتهضم حقه؟ طبعا. لان طبعا دكتور البرادعي، يعني احنا مش عايزين نتكلم عن الاشخاص، بس برضو احنا بنتكلم عن رمز لمصر وعن واجهه المصري قدام العالم كله طبعا. راجل حصل على جائزه نوبل وعلى قلاده النيل بالاضافه لاكثر من 13 دكتوراه فخريه، فاحنا بنتكلم عن قيمه مصريه كبيره. فما كانش بصراحه، كان ظلم جامد اللي حصل ليه. لكن ان شاء الله في الفتره الجايه الناس هتعرف مين هو الدكتور البرادعي، واعتقد ان هم عرفوا من خلال الحمله بتاعتنا. فهي الحمله كانت نشاطها بيتركز قبل الثوره، من اول فبراير 2010 كان نشاطها بيتركز في جولات التوقيعات اللي كنا عاملين البيان التغيير. دكتور البرادعي صاغ بيان التغيير، واساتذه قانونيين طبعا راجعوه وشافوا ان هو دي الاساس لاي تغيير ديمقراطي قدام، من خلال تغيير الدستور. يعني كان دايما دكتور البرادعي يقول ان بدايه اي تغيير هو الدستور. وكذا لقاء معاه قبل كده قال الكلام ده. بغض النظر، فاحنا كنا بنطالب بالسبع مطالب ديت. كنا بننزل جولات توقيعات. بالنسبه لنا احنا مثلا في اسكندريه نزلنا تقريبا معظم مناطق اسكندريه، بننزل مجموعات 10 15. ده كله يا بهاء كان قبل الثوره، قبل الثوره، خلال السنه اللي فاتت كلها جمعنا، كان بالتعاون طبعا مع بعض القوى السياسيه الاخرى، جمعنا اكتر من مليون توقيع لحد قبل الثوره. وطبعا ده مليون توقيع فيما يخص الدكتور برادعي، فيما يخص المطالب. احنا المطالب كان التركيز مش على الدكتور البرادعي قد ما هو احنا عايزين نوضح على المطالب. طبعا هي حمله دعم البرادعي ومطالب التغيير، بس هي دعم البرادعي في مطالب التغيير. يعني في الحمله عندنا في ناس مش مؤيدين للدكتور البرادعي، ما فيهاش حاجه، ده راي لكل واحد. لكن هي فكره ان المطالب نفسها كنا كلنا متفقين عليها وشايفين ان هي دي الاساس لاي تغيير بعد كده. فبس ما كانش تأييد للبرادعي قد ما هو كان للمطالب اللي هو طالب بيها. وهو ده اللي كنا بنركز عليه، ان احنا كانت التوقيعات على بيان التغيير مش تفويض للبرادعي، هو تفويض بس لان هو المواد دي اللي تتعدل بس. يعني ممثل ليكوا فيما يخص تحقيق هذه المطالب. تمام. طيب احنا، انت قلت كام مطلب دلوقتي؟ احنا ذكرنا السبع مطالب يا بهاء. بالظبط كده. طيب ده كان قبل الثوره يا بهاء. اثناء الثوره بقى، انت دوركم كشباب لسه بقى فيه. اتفضل. طبعا احنا ما كانش نشاطنا قاصر طبعا على جولات التوقيعات، مع انها كانت جانب مهم جدا، لكن كان في طبعا بنعمل ندوات تثقيفيه. احنا كان لينا، كان مقراتنا موجوده في اسكندريه يعتبر، واعتقد في القاهره كان موجود برده، لكن انا بتكلم بالنسبه لنا احنا في الاسكندريه. كان مقراتنا موجوده والناس تقدر تحضر معانا الاجتماعات كلها. كان نشاط علني يعتبر، بالرغم من طبعا الظروف الامنيه اللي كانت موجوده
الارهاب اللي كان حاصل علينا تقريبا. بس كان نشاطنا يعتبر بيتلخص في ان احنا جولات التوقيعات طبعا، والمظاهرات اللي كنا بننزلها، كان طبعا بنعمل تظاهرات على حاجات مختلفة، مثلا بنرفض قانون الطوارئ، حالة الطوارئ مش قانون الطوارئ طبعا، بنرفض حالة الطوارئ، نعمل نساند المجتمع المصري في المشاكل بتاعته. كان عندنا في اوقات كتير مثلا كان في وقت جه الكهرباء كانت في مشكلة كبيرة فيها، احنا كنا بنعمل مظاهرات ووقفات عشان الحكاية ديت. كنا بنعمل برضو وقفات علشان التعذيب يعني اللي حتى في حصل طبعا. مشكلات بالظبط، داخلية يعني. كانت المشكلات اللي بتمس المجتمع المصري كلها تقريبا احنا طيب شاركنا فيها. أنا أتصور بس بدون قطع كلامك يا بهاء، في فيديو أنت عامله اللي هو طبعا هو بحلم مش ما انا اللي عامله، هو ده موجود اصلا على الانترنت وبيلخص الموضوع يعتبر، بيلخص نشوفه ممكن الموضوع. دلوقتي. طب نشوفه كده مع بعضينا عشان تعلق عليه. علق بقى كده يا بهاء. اوكي، يعني هو احنا بداية كانت الجمعية الوطنية للتغيير بموقعنا تغيير.نت، كان من أول ما دكتور البرادعي جه طبعا مصر في شهر فبراير 2010. كانت الفكرة من بعض الرموز هنا الثقافية والسياسية، اتفقوا على إن هم الوقت ده المناسب إن احنا نبدأ تغيير ديمقراطي في مصر، من خلال إن كان الرأي السائد ساعتها إن احنا التغيير هو اللي هيبدأ من تعديل الدستور، او دلوقتي طبعا احنا بنقول صياغة دستور جديد، لان كان الوقت ساعتها طبعا ما يسمحش ان احنا نقول انا شايفة حاجة. يا بهاء اهو ده فدي المطالب اللي حلمنا، احنا كنا بنقولها، اول منها مطلب. انهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الاشراف على الانتخابات والرقابة على الانتخابات من قبل هيئات المجتمع المدني. وطبعا كان في لينا تأييد من ناس كتير يعتبر في المجتمع، سواء رموز سياسية سواء رموز ثقافية، كتاب، ممثلين، كان طبعا مؤثرين جدا في الموضوع ده. وفي ناس كتير انضمت، يعني ما كنتيش تتخيلي ان في شباب كتير ما لهاش في الموضوع انضمت لينا برضو، ودي تكملة